في حاجات كتيرة جدا بتلفت انتباهي في تصريحات المسؤولين اللي بينتموا إلى دول أخرى لما بيتكلموا عن مصر. يعني على سبيل المثال كان الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل رئيسة تنزانيا، ورئيسة تنزانيا الحقيقة يعني عملت جولة وزارت عدد من المشروعات وشافت على الأرض حالة البناء اللي بتحصل في مصر، وقالت تصريح، هي قالت تصريحات كتيرة جدا، لكن من بين التصريحات اللي أنا توقفت عندها لما قالت إنه التحديث اللي بيحصل في مصر والبناء اللي بيحصل في مصر والتنمية اللي بتحصل في مصر تجربة ملهمة، وإحنا في تنزانيا يعني سنعمل على تطبيق هذه التجربة التي حدثت في مصر خلال السنين اللي فاتت. نفس الكلام تقريبا يمكن بنفس الألفاظ قالته رئيسة وزراء تونس لما قابلها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش قمة فرنسا حول ليبيا، وإحنا هنيجي ليه هذه القمة بعد شوية لأنها حدث مهم جدا. من المقابلات اللي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش هذه القمة كان مقابلته مع رئيسة وزراء تونس. تعرفين رئيسة وزراء تونس السيدة نجلاء بودين أول رئيسة وزراء في دولة عربية، يعني لها السبق تونس في ده، وهي بتتكلم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي أشادت برضو بالتجربة المصرية وقالت أنها تعتبر هذه التجربة ملهمة وتسعى إلى تطبيقها في بلادها. ليه بتوقف عند مثل هذه التصريحات؟ لأنه ببساطة شديدة جدا أنت بتشعر أنه الآخرين شايفين إيه اللي بيحصل في مصر. المسؤولين في الدول الأخرى لما بيجوا وبيزوروا المشروعات وبيشوفوا اللي حاصل على الأرض بيشعروا بالفارق الكبير، لأنه الناس دي عندها مصادر معلوماتها وتعرف إيه اللي كان حاصل في مصر قبل كده، وبعدين بيقارنوه باللي بيحدث في مصر الآن، فتقول لك استخدام هذه الكلمة تحديدا إن أنت قدام تجربة ملهمة. يعني إيه تجربة ملهمة؟ أو نقدر نقول إمتى على إنه التجربة دي ملهمة؟ لما تكون أنت تحديت صعاب كثيرة جدا وتجاوزت عقبات كثيرة جدا وتخطيت كل المعوقات اللي موجودة في طريقك وقدرت تنجح في تحقيق حاجة فتجربتك تبقى ملهمة. يعني ما لو واحد بروح شغله كل يوم دي مش تجربة ملهمة، أو واحد بيبني مصنع، أو واحد بيستصلح أرض، أو واحد بيبني مدينة جديدة في ظل الظروف العادية لأي بلد، دي مش تجربة ملهمة. لكن التجربة بتبقى ملهمة لما تبقى عندك صعوبات ومعوقات وعقبات وناس يعني مش عايزينك تطلع لقدام خطوة، ومع ذلك تتغلب على كل ده وتنجح، تبقى التجربة بتاعتك تجربة ملهمة. وعشان كده الناس مش مجاملة، يعني رئيس تنزانيا لما تقول نفس الكلمة وبعدين رئيس وزراء تونس تقول نفس الكلمة تجربتكم في مصر تجربة ملهمة، ما بيقولوهاش مجاملة أو ما بيقولوهاش يعني إيه كنوع من والله إحنا مبسوطين باللي بيحصل في مصر، لا، أنت عندك تجربة ملهمة لأنك رغم مشاكلك قدرت تتجاوز هذه المشاكل والعقبات والمعوقات والأزمات وتحقق شيء على الأرض. بقول هذا الكلام ليه؟ يعني بقول ليه هذا الكلام؟ لأنه ببساطة شديدة جدا مصر تم الاستقرار عليها عشان تستضيف قمة المناخ القادمة اللي هي كوب 27. تعرفين قمة المناخ الحالية لسه مجرياتها بتحدث في المملكة المتحدة اللي هي كوب 26، وتم الاستقرار على مصر أن تكون هي الدولة التي تنظم وتستضيف القمة القادمة. حدث عالمي بيعكس دورك وتأثيرك وما قدمته، مش على المستوى بس المحلي ولا الإقليمي ولا لا، على المستوى الدولي والعالمي فيما يتعلق بقضايا المناخ. دلالة ده اختيارنا النهاردة كانت وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد بتتكلم في كوب 26 وبتشكر الدول اللي هي ثقتها في مصر قادتنا الى اختيار ان احنا نكون اللي بننظم هذا المؤتمر. من قمة جلاسكو في المملكة المتحدة تحدثنا معالي وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد عن هذا الحدث. اهلا بحضرتك يا فندم.
اهلا وسهلا، ازيك محمد؟ ايه الاخبار؟ يعني النهارده هذا الحدث ممكن يمر على الناس انه مجرد خبر، لكنه ليس مجرد خبر، احنا قدام حدث مهم جدا. عايز اسال حضرتك ازاي وصلنا له، وصلنا لهذا القرار، يعني مصر عملت ايه عشان تصل لهذا القرار، وان شاء الله هنعمل ايه في هذا المؤتمر. تمام. هو طبعا زي ما حضرتك ما قلت، هو حدث عالمي، وهو بيوضح دور مصر على المستوى الدولي وليس على المستوى الوطني أو المستوى الإقليمي. المشوار كان طويل قوي الحقيقة، مشوار يمكن بدأ من 2015، من أول ما فخامة رئيس الجمهورية قاد في اتفاق باريس المجموعة الأفريقية، وكان في هذا الوقت فخامة الرئيس رئيس لجنة دول وحكومات أفريقيا المعنية بتغير المناخ لمدة سنتين، وقدمنا للعالم مطالب القارة الأفريقية لأول مرة في صورة مبادرتين واضحين، المبادرة الأولانية خاصة بالطاقة والثانية خاصة بالتكيف، وتم استكمال هذا الدور المصري من خلال الدبلوماسية المصرية والأمور الفنية بالتشارك طبعا ما بين وزارة البيئة ووزارة الخارجية. دور مصر في المفاوضات ليس فقط عن القارة الأفريقية، رغم أن إننا نستضيف العام القادم نيابة عن القارة الأفريقية، ولكن دور مصر في المجموعة العربية، دور مصر في مجموعة ال77 والصين، دور مصر في موضوعات هامة جدا شرفت يمكن أنا مرتين، مرة في 2018 والمرة هذه المرة بأن أنا أترأس مجموعة تمويل المناخ للتوافق على نص عادل ومتزن ما بين الدول النامية والدول المتقدمة. والحقيقة لما الدول باختلاف رئاساتها بتستضيف المؤتمر، يعني في بولندا كان رئيس المؤتمر من دولة بولندا، المرة دي رئيس المؤتمر طبعا من إنجلترا، لما بيخطب 7 رؤساء لمجموعة على مستوى 198 دولة، ده معناها إن أنت أولاً لك مردود ولك تأثير على المجموعات التفاوضية، فاهم يعني إيه اتفاق المناخ وعملية التفاوض، لك تأثير واضح في إن أنت تقرب وجهات النظر بعد ما بيحصل نوع من أنواع إن وجهات النظر بتقف عند المستوى الفني وهو مستوى المفاوضين وهم الخبراء لتترفع على المستوى الوزاري. فطبعاً دور مصر وموضوع تمويل المناخ الحقيقة موضوع زي ما السكرتير العام للأمم المتحدة قال، هو قلب الاتفاق بتاع المناخ. ليه؟ ليه؟ لأن ببساطة شديدة الدول النامية لم تتسبب في الانبعاثات ولم تنعم بما يعني حصلت عليه الدول المتقدمة وقت الثورة الصناعية، وإن هي استكملت مسارات التنمية بتاعتها. فكان الاتفاق بتاع باريس قال احنا هنخفض الانبعاثات وكلنا هنشترك للتصدي لاثار تغير المناخ، ولكن المسؤوليه مشتركه متباينه الاعباء. بمعنى ايه؟ ان الدول المتقدمه هتوفر تمويل وتكنولوجيا وتنميه قدرات، والدول الناميه تستطيع من خلال التمويل ده تستمر في مسارات التنميه بتاعتها ما توقفش. صحيح. فتمويل المناخ من ضمن الموضوعات الشائكه جدا اللي كل مؤتمر للمناخ بيبقى دايما في جدال كبير جدا عليها، جدال على 100 مليار هل الدول المتقدمه وافقت بيها ولا لا، جدال اخر هل نسبه التمويل ده بتروح لموضوعات التكيف زي موضوعات التخفيف، موضوعات التكيف اللي هي بتهم الدول الناميه وموضوعات التخفيف بتهم اكتر الدول المتقدمه، طب التمويل ده هنحصل عليه ازاي؟ طب التمويل ده بيتقسم ازاي على الدول الافريقيه او الدول الاقل نموا؟ يعني موضوع الحقيقه معقد جدا. امبارح كنا قاعدين في قاعة المفاوضات لغاية الساعة 3 الصبح بنعمل توافق أنا وزميلي وزير البيئة السويدي، لأن هم بياخدوا ممثل من الدول المتقدمة وممثل من الدول النامية وبيتفقوا مع بعض، يبتدوا يقابلوا المجموعات عشان يوصلوا لنص توافقي، وسلمنا النهاردة الصبح هذا النص للرئاسة الإنجليزية. فدور مصر الحقيقة ده على المستوى التفاوضي والغرف بتاعة المفاوضات والجزء المسار السياسي الفني، لكن الجزء العملي بقى فعلياً مصر عملت ايه للتصدي لاثار تغير المناخ وهي نسبه انبعاثاتها اقل من ده 1%؟ ده الجزء التطبيقي مع الوزيره، يعني حضرتك بتتكلم عن الجزء بالظبط الاجرائي، يعني احنا بنشتغل
على ايه؟ على الموائد اللي هي موائد النقاش والتفاوض. هنا بقى ننقل للجزء التطبيقي. الجزء التطبيقي الحقيقة النهاردة احنا في هذا العام لأول مرة بيبقى فيه جناح لمصر ضمن أجنحة الدول، بنقدم فيه المشروعات بتاعتنا، بنعمل فيه مجموعة من الأحداث الجانبية اللي بنقول إزاي مصر عرفت إن هي تضع قضية البيئة وقضية التغيرات المناخية في قلب عمليات التنمية والتنمية السريعة اللي هي بتقوم بيها. بمعنى إيه؟ إن إحنا عندنا مشروعات قمنا بيها طبعا زي مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال وزارة الكهرباء والطاقة، وحولنا المشكلة التي كانت لدينا لفرصة، بدليل ان احنا دلوقتي بنصدر طاقة بعد ما كنا من 7 سنين عندنا مشكلة كهرباء. بنتكلم برضو على مشروعات اخرى خاصة بالمياه وإعادة استخدام المياه، مشروع زي مصرف بحر البقر، مشروع عملاق فتح سيادة الريس من شهرين أو شهر ونص تقريبا لزراعة ما يقرب من 500 ألف فدان، مشروعات أخرى خاصة بعمليات الحماية اللي بتقوم بها وزارة الموارد المائية والري عشان ارتفاع منسوب سطح البحر، مشروعات النقل الكهربائي المونوريل اللي بيربط اللي هيربط ان شاء الله ما بين العاصمه الاداريه الجديده وقلب القاهره، مبادرات بتاعت سياده الريس لتحويل العربيات للغاز الطبيعي، كل ده على فكره واحنا ما خدناش التمويل اللازم اللي تم الاتفاق عليه، يعني احنا بالظبط. خدنا جزء ولكن لم نحظى بكميه كبيره من التمويل تساعدنا في ان احنا نفي بالتزاماتنا، فده دور مهم جدا لمصر ان الناس بتشوف ده النهارده في انجلترا بتشوفوا بمجموعة يعني كبيرة من حضرتك هنا دون ان ننتظر التمويل، احنا بنقدم نموذج، بنقدم تجربة بالظبط دون ان يعني نقول يا جماعة هاتولنا عشان نشتغل، لا احنا شغالين وبنعمل تجربتنا الخاصة في هذا الإطار. بالظبط. واهم حاجة يمكن كمان اللي مهمة اللي ظهرت جدا في هذا المؤتمر هو كيفية دمج بعد تغير المناخ والبيئة في القطاعات المختلفة للدولة. النهاردة ما كانش فقط طبعا وزارة الخارجية في المسار التفاوضي، ولكن المسار التطبيقي كان معانا وزير المالية، كان موجود التخطيط، التعاون الدولي، الكهرباء والطاقة، البترول، التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، كانوا موجودين على أيام مختلفة، كل واحد بيقدم النموذج في كيفية إن البيئة تم دمجها في عمليات التنمية وفي القطاعات دي، وقادرين إن احنا نصل إلى عملية توافق ما بيننا، وده لم يحدث قبل كده، لم يحدث. إن أنت طبيعي إن أنت دايماً بتقول البيئة أنت ما تعملش كذا في الصناعة، ما تعملش كذا في استهلاك الموارد والانبعاثات في قطاع الكهرباء، ما تعملش كذا في، لكن النهارده احنا بنقدم نموذج مختلف، نموذج للعالم، بنوري ان مصر قدرت انها تدمج ملف قضايا البيئه وتغير المناخ في قطاعاتها التنمويه وتنجح في هذا المسار وتنجح في عمليات التنميه بتاعها دون ما واحد فيهم يجي على الاخر على حساب الاخر. صحيح. ودي على فكره توازن صعب جدا، لان دي في العالم كله ازاي تقدر تحافظ على البيئه وانت تعمل تنميه. تعمل تنميه بما فيها الصناعه وما ينتج عن هذه الصناعه، يعني التوفيق بين ده بالظبط. بالفعل. طب احنا اتفضلي يا فندم، اتفضلي. اتفضل. لا اتفضل. يعني احنا في اللي جاي، يعني احنا ان شاء الله بعد ما يعني من وحضرتك موجوده هناك وهيتم الترتيب لهذا المؤتمر اللي هي كل قطاعات الدوله هتبقى اكيد طبعا مشاركه فيه. طبعا. يعني التصور، لانه احنا عاوزين برضو نوصل للساده المشاهدين للراي العام اهميه هذا المؤتمر، يعني ليس مجرد حدث عابر ولكن احنا قدام مؤتمر مهم جدا. تهيئه الناس يا فندم، يعني حضرتك كنت بتتكلمي دلوقتي دمج قضايا البيئه وتغير المناخ في القطاعات المختلفه بيعمل نوع من الثقافه، بيعمل نوع من التوعيه، الناس تبقى مهتمه. عشان نكلم الناس في نقاط محدده، انا كمواطن عندي خلفيه عن مشكله البيئه ومشكله تغير المناخ، المؤتمر ده لما يعقد عندي في نقاط اهميته او مش اهميته، بس يعني يضيف ايه لوعي المواطن عن هذه القضيه؟ اولا انت طبعا وجود مؤتمر زي ده في مصر بيبقى الاعلام الدولي والاضواء كلها متركزه عليك، دي تمام. نمره واحد. نمره اتنين، بيعطي فرصه للكل ان هو يبقى مشارك فيه، سواء بنتكلم عن
البنوك الوطنية، بنتكلم على القطاع الخاص، الشراكات اللي ممكن تحدث للقطاع الخاص مع القطاع الخاص الخارجي، وأنواع التكنولوجيات المختلفة، أنواع المشروعات اللي ممكن إن يتم الحصول عليها لصالح الدولة المستضيفة لهذا المؤتمر من منظمات التمويل الدولية، العلاقات السياسية الخارجية طبعا، وكيفية دمج مصر أكتر في موضوعات مختلفة، لأن قضية تغير المناخ بتمس الكل. الشباب، احنا بيبقى فيه قبل المؤتمر ده يوم بيتعمل للشباب العالم على غرار منتدى شباب العالم، بنتكلم فيه وبنسمع فيه آراء الشباب حول موضوع تغير مناخ. الأطفال نفسهم بيشاركوا بصور، بيشاركوا بمعلومات مختلفة، فبيبتدوا إن هم يبحثوا يشوفوا إيه علاقة تغير المناخ ده بحياتهم. بنبتدي إن احنا نعمل نوع من أنواع الزخم على المستوى الوطني، بيحدث تلقائيا أول لما الدولة دي تستضيف، لأن بيبتدي بقى تلاقي الكل بيتكلم على هذه الدولة، والكل عايز إن هو يساعد، ويبتدي ان المواطن نفسه والفئات المختلفه في اطياف المجتمع بتبتدي ان هي تقول ايه ده، طب هو ايه الموضوع ده، طب اقدر ان انا اشتغل ازاي، ده واضح انه حدث عالمي، هبتدي ان انا اشوف طب ايه الممارسات اللي انا بعملها دي، ممارسات صحيحه ولا ممارسات خاطئه. يعني ان انت تخش البيت يبقى كل اللمبات اللي عندك، هل هي لمبات موفره ولا هي لمبات عاديه؟ طب انا النهارده درجات الحراره دي لما بترتفع ازاي بتاثر على المحاصيل الزراعيه لصغار المزارعين؟ طب انا التجاره الخارجيه بتاعتي بتاثر ازاي؟ بيحصل نوع من انواع وعي بطريقه كده يعني مباشره لكل واحد في حياته من خلال تعرضه لهذه المعلومات، فيبتدي يعيد النظر مره اخرى، طب انا المفروض اعمل ايه؟ يبتدي معلومات جديده. فطبعا هو حدث كبير كبير جدا، بتتكلم على 27 ألف مشارك على الأقل مشاركة في هذا المؤتمر على مدى 13 يوم، هو حدث كبير جدا. صحيح صحيح. معالي وزيرة البيئة دكتورة ياسمين فؤاد، بشكر حضرتك جدا، يعني تتحدث إلينا من جلاسجو، لسه موجودة هي في المؤتمر اللي إن شاء الله يعني دورته القادمة هيكون عندنا. طيب، لمزيد من الإيضاح حول أهمية هذا المؤتمر وأهميته، أهميته بشكل عام وأهميته لما يكون عندنا إن شاء الله، خلونا نستمع أيضا من دكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالم. أهلا بيك يا فندم. أهلا وسهلا يا حبيبي. أهلا بيك. يعني هذا المؤتمر يعني في دورته الحالية، وإن شاء الله إحنا الدورة القادمة عندنا هنا في مصر، تقريبا الدورة اللي بعدها تم الاستقرار كمان على الإمارات. الإمارات. طيب، يعني أنا دايما مهتم فندم بالحديث مع المواطن اللي هو مشغول طول الوقت بمشاكله وبقضاياه يعني الالتزامات بتاعته، لما أكلمه بشكل واضح عن هذا المؤتمر وأهمية عقده هنا في مصر، يعني يفيدنا إيه ويفيد القضية نفسها اللي بيدور حواليها النقاش في هذا المؤتمر إيه؟ بالنسبة للمؤتمر نفسه، طبعا احنا عايزين نقول انه مجرد بيبقى فيه منافسة غير عادية، يعني منافسة شرسة بين الدول لاستضافة مثل هذه الأحداث الكبرى. يعني ده مؤتمر بيحضره أكتر من 10,000 واحد من كل دول العالم. كأنك انت قعدت تشتغل سنة بحالها عشان تعمل دعاية مثلا لمدينة زي شرم الشيخ. المؤتمر ده اغناك عنك تتكلف مثلا 20 30 مليون دولار عشان تنزل على سي ان ان مثلا اعلان تقول زوروا شرم الشيخ. بالظبط، عملت مقدما استضافه لاكثر من 10,000 شخصيه يمثلوا بلادهم. يعني كل واحد بيروح يقول عيلته والحي اللي فيه والمدينه اللي فيها، ان انا رحت بلد اسمها شرم الشيخ فيها في عز الشتاء وهم عندهم الثلج، يجي يشوف هنا المناخ بتاعنا والاستمتاع بالكرة الريفز والشعب المرجانية وراس محمد بجمالها النادر اللي علينا محمية طبيعية من التراث الطبيعي. عايز اقول لحضرتك في فرق بين المحمية الطبيعية العادية واللي بتسجل تراث عالمي. عندنا احنا راس محمد دي مسجلة من المواقع كتراث عالمي. تراث عالمي ده اليونسكو بتنزله على قائمتها، والهيئات الدولية بتنزله على قائمتها، فانت عملت دعاية مجانا تساوي ملايين الدولارات. يعني انت بتقول له تعال عندي في شرم الشيخ، وانا عايز اقول لحضرتك العالم كله شاف التجربة اللي الرئيس سيسي حضر فيها
مؤتمر التنوع اللي بيقوله شرم الشيخ، وهو رأس هذا المؤتمر، وده أهم برضه زي مؤتمر المناخ كده، بتحضره جميع الدول العالم وممثلين رؤساء وزراء ورؤساء جمهوريات وملوك بيحضروا هذا الحدث. فالنهارده انت بتعمل كأنك انت عملت اللي اتعمل في انجلترا ده دلوقتي، لكن عملته وانت بتقول انا بضيف الجديد. الجديد ان انت عندك مدينة زي شرم الشيخ تستطيع استضافة 10,000 واحد، يعني معناها عندنا غرف فندقية كافية في مكان واحد يستضيف مثل هذا العدد، وده اول تحدي. ثاني تحدي ان انت عندك قاعات كبرى وصغرى، وهنحتاج قاعات جديدة برضو المرة دي، لان بيتعمل في الجلسة العامة وفي الجلسات الفنية الفرعية. الجلسة العامة دي لازم تبقى قاعة ضخمة جدا زي قاعة المؤتمرات اللي عندنا في شرم الشيخ، والجلسات الفرعية بقى اللي احنا بنقول احنا بنتكلم على المناخ والزراعة، المناخ والصناعة، المناخ والطاقة، المناخ والمجتمعات العمرانية، المناخ والتوليد الطاقة الجديدة، كل ده بيتعمل في جلسات فنية في قاعات ملحقة. وبالتالي لازم يبقى عندك عدد من القاعات الملحقة لا تقل عن 100 قاعة. بتتكلم على كأنك عملت جامعة، أنشأت جامعة علشان هذا المؤتمر، مش أقل من جامعة كبرى من الجامعات الكبرى. فطبعا بيعمل لك دعاية غير عادية، وفي نفس الوقت بيدي رسالة الأمن ورسالة الاطمئنان إن الراجل يجي في مدينة ويتمشى ويخرج ويروح ويجي في مطاعم وكافيهات وقاعات ومؤتمرات وإلى آخره، وفي نفس الوقت يقدر يزور أماكن طبيعية نادرة، سواء في محميات طابة أو سواء في الثلاث محميات الكبرى اللي معه اللي في جنوب سيناء، هيشوف جزء من الطبيعة لا يراه في بلده على الإطلاق. فأنت عملت دعاية وعملت في نفس الوقت رسالة أن مصر آمنة، ومصر كما قال فيها القرآن ادخلوها بسلام آمنين. صحيح. وفي نفس الوقت طب دكتور مجدي عايز أسأل حضرتك بقى في إيه؟ في جزئية متخصص، يعني النهاردة في ضوء ما تقوله حضرتك انه بتبقى في منافسه بين الدول على من يستضيف هذا المؤتمر او هذا الحدث الكبير، ومصر كونها تفوز يعني في حيثيات لهذا الفوز، يعني الناس اللي ادوا صوتهم او اختاروا فشايفين انه هذه الدوله لديها حيثيات، لديها اضافه، لديها مساهمه في هذا الملف. احنا حيثيات انه مصر تفوز بتنظيم هذا المؤتمر، اضافتنا في ايه يا فندم؟ هو فيها رساله طبعا من السكرتاريه الدوليه لتغير المناخ ان مصر من ضمن الدول الافريقيه افريقيا انبعاثاتها كلها لا تزيد عن 4%. صحيح. مقابل الصين مثلا حاجه و40 42 و43%، الولايات المتحده الامريكيه 28%، الهند 22. انت بتتكلم على اقرب حالها 4%. يعني ما تجيش بتاع يعني بتتكلم على يعني 10% من الصين مش من العالم. المقابل بقى اكتر قاره تضررت واكتر دول تضررت هي الدول الافريقيه. يعني لا ذنب لنا في تغيير المناخ، لكن احنا اللي تاثرنا، احنا اللي حصل عندنا تصحر، واحنا اللي حصل عندنا سيول، واحنا اللي حصل عندنا جفاف، واحنا اللي حصل عندنا الشتاء صيف والصيف شتاء، وهم قاعدين في الثلج والغابات بتاعتهم. وكلمه الثلج والغابات دي اللي انا بقولها تساوي موارد بيئيه غنيه. يعني هو عنده غابات عامله له ثروه لوحدها طبيعيه ربانه، وفي نفس الوقت عنده كميه من يعني الامطار غير العادية بتسقط على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى أوروبا وعلى شمال الكرة الأرضية عموما، يعني كمية أمطار تغطي يعني أفريقيا بحالها. لكن هو القدر يعني خلى قارة أفريقيا بهذا الشكل، ومعظمها صحاري، والجزء اللي بيصلح للزراعة لوحده على مطر 350 ألف فدان عندنا في الساحل الشمالي، دول بينزلوا مطر رباني ما بينزلش فيهم. وفي نفس الوقت بينزل في جنوب افريقيا النص بقى كله اللي ما بين ما فيش ده في ده ما فيش امطار، ده بقى جفاف كله بقى. يعني ده صحراء وجفاف. فانت يعني يا دوبك 350 الف فدان هم اللي جايبين لك
شوية الإنتاج الزراعي اللي نازل على مصر، الباقي نهر النيل اللي يعني عايزين يعملوا لنا مشاكل فيه صحيح. وأنت عشان تعمل أمن غذائي قام الرئيس السيسي قرر إن هو إحنا فقدنا في الدلتا قد إيه؟ 1.2 مليون فدان. عملنا عليهم بقى مباني، دمرناهم، اللي حصل حصل. 1.2 مليون فدان. فعملنا إحنا فبنشتغل في الدلتا الجديدة. الدلتا الجديدة هنعمل 1.2 مليون فدان. طبعا بصرف النظر عن التكلفة المالية المهولة كبيرة جدا. لكن في الآخر عندك أمن غذائي، يعني هي الفكرة إن يبقى عندك في ظل إيه؟ في ظل توقعات للأمم المتحدة بتقول خلوا بالكوا السنة دي احتمال كبير العالم يشوف مشكلة في موضوع الأمن الغذائي. فسرعت مصر وسرع الرئيس السيسي في إنه يمشي في تيارين، التيار الأول إنه يعمل أكبر مساحة تنتج أمن غذائي بكل سواء قمح أو ذرة أو غيره من المحاصيل الرئيسية، وفي نفس الوقت يكون في نوع من أنواع الزراعة الحديثة اللي هي بقى بنقول عليها إحنا في المناخ كخبراء، اللي هو هتعمل إيه مع المناخ حصل وحصل فيه خسور وخسارات، لكن تعمل إيه بقى؟ يقول لك تعمل سمارت أجريكلتشر، الزراعة الذكية. فقرر يعمل 100,000 صوبة زجاجية. 100,000 صوبة زجاجية يساوي 600,000 فدان. 100,000 صوبة، لأن الصوبة تنتج تعمل 6 فدادين. 6 فدادين، فكأنك أنت زرعت 600,000 فدان. وبالتالي الأمن الغذائي عندك يتوفر، ما يبقاش فيه أزمة من الأزمات، لأنه برضه من ضمن الأزمات يعني التوقعات اللي حتى الدكتور محمود محي الدين كان كاتب مقال عن كده، توقعات كتير ان يحصل ركود ويحصل مشكله في امدادات الغذاء هذا العام نتيجه السنه. وده رافد من روافد الاسعار اللي زايده في مصر وفي العالم الوقت. ده اللي بيسبب سعر القمح اللي بيعلى. صحيح. ووصل مبلغ فلكي دلوقتي زي ما قال السيد وزير التموين، وعلى مش علينا بس وعلى العالم كله. فاحنا اذا الموضوع بتاع المناخ مش مجرد ان درجه حراره ارتفعت ولا درجة حرارة انخفضت، انت بارتفاعها بتفقد محاصيل وبانخفاضها بتفقد محاصيل. فبتضطر تعمل حاجة اسمها التكيف مع المناخ. التكيف ده انك تحاول تعمل نماذج تجيب لك انتاج سريع وفي نفس الوقت لا تحتاج مساحات من الارض كبيرة. وده النماذج الزراعة الذكية اللي بتتعمل واللي اتعمل منها مثلا في العشر من رمضان كمية ضخمة من الصوب الزراعيه في الساحل الشمالي، اتعمل كميه ضخمه من الصوب الزراعيه، وعندنا نموذجين على فكره، اللي هي الصوبه الزراعيه اللي بتطلع اللي بتعتمد فقط على الانتاج الغذائي، وفي صوبه اللي بنسميها هيدروبون، وصوبه بتعمل انتاج سمكي. الاثنين مع بعض دي اللي بنسميها اكوا بونك. وعلى فكره التكليف من الريس الهيئه الهندسيه عملوا النوعين، يعني عملوا الاكوا بونيك وعملوا الهيدروبونيك. فبقى عندك صوب بتطلع خضار وبتطلع كل اساسيات الخضار والفاكهه، وفي صوب بتطلع اللي هو زي المزارع السمكيه كده. المزارع، فانت بتعملها زي بقول انا عندي المكان بستغله اكتر، فبستغله ان انا ازود ماده غذائيه تزود لي الامن الغذائي وتخفض الاستهلاك على اللحوم، لان دايما الثروه السمكيه لما بتخش بتخفف الاستهلاك عن اللحوم. صحيح. طبعا اسعارها بتبقى غاليه، لكن تغير المناخ في مصر خلى الحكومه المصريه ومراكز البحث العلمي المصري سواء في مركز البحوث او مركز بحوث الصحراء او في كليات الزراعه يلجاوا الى وسائل الزراعه الحديثه، ما بقيناش نعمل زراعه تقليديه. دلوقتي الفلاح المصري عامل شبكات ري بالتمرير. صحيح. ما كانش حد يصدقها. صحيح. يعني في اكثر من 10,000 فدان في اسوان مثلا شغاله بالري بالتمرير، على مستوى الجمهوريه في حوالي 100,000 فدان عدت في الري بالتمرير والري بالرذاذ. ده لما يخش معاه الطاقه الشمسيه، وعلى فكره المشاريع دلوقتي اللي بتتعمل الزراعيه بيخش الطاقه الشمسيه هي اللي تولد الطاقه، مش حرق الموتور بتاع
اللي هي يعني مكنه الري اللي كنا بنشوف الدخان بتاعها. بالظبط. لا النهارده بقى في طاقه شمسيه، يعني ترومبه شغاله وجنبها لوح ضخم من الالواح الطاقه الشمسيه، وهي الفلاح المصري دلوقتي بيعرف يشغل الترومبه دي اللي شغاله بالطاقه الشمسيه اللي موصله في داخل الفدان اللي راكب عليه شبكه ري بالتنميط او الري بالرشه او الرذاذ، وده بيخلي استهلاك الميه الهادر بتاع الميه اللي كان بيوصل اقل 40% تقريبا بيوصل صفر، يعني بيبقى في الفدان بيوصل صفر، يعني في 40% كانوا بيفقدوا الري بالغمر ده، لانه كان الفلاح يشغل الري ويسيبه مثلا بالليل او يروح الصبح يشغله ويسيبه ويرجع له العصر وهكذا. صحيح. طبعا الزراعه الحديثه واليات الري الحديث عوضت يعني بنسبه كبيره جدا التاثير بالتغيرات المناخيه. طب التغيرات المناخيه. طيب يعني احنا قدام هنا قدام يعني استحقاق مصر لما بتنظم هذا المؤتمر. انا بشكرك طبعا دكتور مجدي علام هذه الإضافة. أنا عايز أقول إيه من خلال هذا الكلام؟ لأنه يعني أنا لما بدأت وقلت إنه المسؤولين في الخارج بيبقوا شايفين إنه مصر عندها تجربة وتجربة ملهمة. طيب التجربة الملهمة دي إحنا مفروض نبقى حاسين بيها بقى كمصريين. خلاص؟ يعني التجربة اللي تقنع المخرج إن إحنا خلصنا المداخلة. نقتني بيها احنا كمصريين. كويس؟ يعني ايه؟ الامارات، وانا مش عايز اعمل مقارنة، بس الحقيقة يعني ده انا يعني قريت هذا الرأي عند يعني سارة فهمي، وسارة فهمي من الناس اللي هم بيدافعوا وبيخايفين على البلد وغيرانين على البلد. هي لحظة ايه؟ انه تم امبارح الاستقرار على انه مصر هتنظم المؤتمر المناخ ال 27، والامارات هتنظم مؤتمر المناخ 28. لقت هي رصدت يعني لقت في حاله كده عند الاماراتيين، ناس قاعدين يهنوا بعض ويهنوا الدوله ويهنوا الحكومه ويهنوا المؤسسات، لان هم كمواطنين بيعتبروا انه هذا انجاز يضاف لبلدهم. هنا احنا يا جماعه ادمنا الشكوى بدرجه كبيره، وادمنا للشكوى قد يكون له ما يبرره معاك، يعني ممكن يبقى في مشاكل تخليك تدمن الشكوى، لكن ادماننا للشكوى خلانا مش شايفين اي حاجه كويسه بتحصل، غم عنينا يعني عمانه، بحيث ان انت عندك مثل هذا الحدث بالفعل. هو بقى مش مجرد انك بتنظم مؤتمر، مش مجرد زي ما كان الـ يعني دكتور مجدي علام بيتكلم على انه انت هتعمل سياحه وتعمل دعايه وتعمل يعني العالم يشوفك، والوزيره بتقول انه العالم كله هيبقى مركز معانا وشايفنا و الى اخره. لا، بيقول انه هذا البلد يعمل، والعالم مش هيجاملك لما يجي يقول لك اه والله نظم المؤتمر، اصل مش يقول لك والله اه مصر دول ناس طيبين وكويسين وبتاع، طب نظموا لنا انتوا المؤتمر المره الجايه، مش هيحصل. فهي دي الفكره، انه الناس في مصر احنا محتاجين نبقى شايفين اللي حاصل في بلدنا وفرحانين بيه، مش بقى على طريقه انك تبقى فرحان من جواك، يعني فرحان من جواك، لكن لا، لازم تبقى شايف انه في حاجات بتحصل على الارض. لما بتشوف ان في حاجات بتحصل على الارض، ده بيدي طاقه ايجابيه، بيدي يعني امل في المستقبل، في الناس كلها تبقى عندها حيويه وعندها طاقه وعندها استعداد ان هي تشارك فيما يحدث على ارض مصر، مش من الناس تبقى شايفه ان انت عندك تجربه وتجربه ملهمه واحنا قاعدين هنا ندمن الشكوى. لانه ما يحدث على الارض، وانا عايز اتوقف كمان عند الزياره اللي قامت بيها قرينه الرئيس السيده انتصار السيسي لي قريه شما في مركز اشمون في المنوفيه. انا مش عايز اتوقف عند الزياره كلها، يعني حضراتكم شفتوا التقرير كامل او الفيديو كامل، يمكن شفتوه امبارح وشفتوه النهارده، لكن انت بتتكلم عن زياره قامت بها قرينه الرئيس، زارت مركز شباب بتاع القريه، قريه شماء اللي هو المكتبه اللي في المركز الشباب، ومركز الشباب ده تم تحديثه، وتفقدت القافله الطبيه اللي كانت موجوده في مركز الشباب اللي هي كان فيها معظم التخصصات، راحت زارت المجمع الخدمات، راحت زارت مدرسه
اللي هي مدرسه سامح طاحون، ودي مدرسه معموله عشان تخفف الكثافات في المدارس بتاع القريه. لكن انا توقفت حوالين ايه؟ حوالين الخطاب او الحديث اللي دار ما بين الاول قرينه الرئيس ومجموعه من سيدات القريه اللي كانوا موجودين في مركز شباب عشان القافله الطبيه. عاوز اوري لحضراتكم الجزء ده، وروني كده. خلاص يلا على البركه، يلا يلا مستعدين. كل سنه وانتم طيبين. فهنا ايه، هنا هذه الطريقه، عارف يقول لك ايه، طريقه الكلام، يعني ببساطه شديده جدا بتتكلم وبتتعامل. واهميه هذه الزياره بالنسبه لي انا قريتها من حس ايه، انه مفيش فاصل، يعني بمعنى ايه، الناس بتتكلم وابو عيني يقول لها احنا محضرين كل حاجه ومحضرين الفطير وبتاع، فتقول لهم يلا على البركه، في حاله البساطه وحاله الفطريه في التعامل، مفيش يعني تكلف، ولا انه مثلا انه الزياره معموله بحدود وبحساب. وده مثلا لما خلى مواطنه من مواطنات قريه شماء انها تدعو قرينه الرئيس، قالت لها تعالي اشربي شاي عندنا. عزمتها السيدة هناء حمادة، قالت لها يا ريت تشرفينا في البيت. ورونا برضو الجزء ده كده. احنا منوره بحضرتك كل اللي بتعمله، الله يبارك لك انت وسياده الرئيس، وربنا يخليك لينا يا رب. ربنا يخليك، نتشرف بحضرتك تنورينا في بيتنا المتواضع. ربنا يخليك يا حبيبتي، عينينا والله، والله عينينا. تسلم عينيك يا حبيبتي. بس المهم تكوني توفقتي بقى، والحمد لله الحمد لله تحت اشرافكم كل حاجه تمام الحمد لله. ربنا يبارك لنا فيك وفي سياده الرئيس. ربنا يخليك. بس نتشرف برضو بوجود حضرتك معانا بكوبايه شاي في بيتنا المتواضع. عن نفسي ما عنديش مشكله. ربنا يبارك لك. ما عنديش مشكله طبعا. طيب الـ 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 بعد كده بتروح قرينة الرئيس تزور هذه السيدة، ما اعرفش عندنا الجزء ده ولا مش موجود يا شباب. وبتقابل هذه السيدة في بيتها وبتعرف على اولادها، وجوزها بيقول لها انه احنا يعني ساكنين بالايجار، وانا بشتغل في مدرسة، لكن يعني المرتب ما بيكفيش الايجار، واحنا عاوزين بس بيت ومش عارف ايه وبتاع. هنا الفكرة ايه؟ الفكرة ايه؟ انه الآن لا توجد الحواجز القديمة اللي هو أنت المسؤولين عن البلد، وهنا قرينة الرئيس لها دور اجتماعي مهم جدا بتقوم بيه، وهي تعرف حتى الحدود الدستورية التي تتحرك فيها. لأنه خلي بالكم احنا عندنا تجارب سابقة في قرينة الرئيس، يعني قرينة الرئيس عبد الناصر كانت بعيدة عن العمل العام، يمكن ظهرت في مرات قليل. بعد كده كان في عصر الرئيس السادات وعصر الرئيس مبارك كان في تجربه، كانت في تغول وتوغل من قرينه الرئيس على العمل العام. الان انت بتشعر انه مساهمه وظهور قرينه الرئيس بيتم بحساب، بيتم بدقه شديده. هي مهتمه بملف المراه، مهتمه بملف الاطفال، مهتمه بالملف الاساسي هو حياه كريمه لشركه. إذن هذا التواجد اهو، يعني يمكن اهو لو ده عندنا بالصوت شغلوها يا شباب. طيب فده اهي في البيت وبتسمع ببساطه شديده جدا، لانه هو ده اللي احنا محتاجينه، النموذج ده احنا محتاجينه، انه المسؤولين، انه من يديرون هذا البلد يبقوا سامعين الناس عن قرب، يبقوا عارفين المشاكل على الارض شكلها عامل ازاي. وده جزء مثلا الناس ما بتلتفتلوش من في جولات الرئيس لما بيطلع يتفقد المحاور والطرق والى اخره. مش هي دي بس الفكره، لان هو ماشي بيقابل ناس وبيقعد يتكلم معاهم، هنا بتترسم الصوره الحقيقيه على الارض، لانه الرئيس بيجي له يعني تقارير من كل الاجهزه.
هذه التقارير هترسم صورة معينة، لكن على الأرض، بيشوف الصورة، فالصورة بتبقى مرسومة بشكل دقيق. نفس الحكاية، لأنه هنا بقى إيه، ده أداء، في الدولة. يعني امبارح كان رئيس الوزراء ومعاه 9 وزراء موجودين في الوادي الجديد، اللي هو الوادي الجديد. انت ما كنت زمان تتكلم على الوادي الجديد تحس ان انت يعني ايه، بعيده جدا ومحدش بيروح ولا حد بيشوف. لا، انت دلوقتي مش رئيس الوزراء رايح، لا ده واخد 9 وزراء معاه تقريبا ايه يعني تلت الحكومه، رايحين عشان يشوفوا ويفتتحوا مشاريع ويشوفوا يطمنوا الامور ماشيه هناك ازاي في الوادي الجديد. كاميرا اخر نهار كانت موجوده في زياره او مع رئيس الوزراء في زيارته الوادي الجديد، وهسيب حضراتكم مع هذا التقرير تشوفوه، اللي هو التاكيد على ايه، على انه الحكومه مش قاعده في مكاتبها يا جماعه، يعني المكاتب المكيفه اللي الوزراء كانوا بيبقوا قاعدين فيها وبعيد عن الشارع انتهت هذه الظاهره، وبدانا انه الحكومه في الشارع، الحكومه بتنزل للناس وتشوفهم وتتكلم معاهم وفي قراهم وفي عزابهم وفي نجوعهم وتسمع بنفسها الناس عايزه ايه. شوفوا التقرير، نطلع بعده فاصل ونكمل مع حضراتكم. بصحبة عدد كبير من الوزراء، تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عددا من المشروعات بمحافظة الوادي الجديد، حيث تم تنفيذ أول مجمع متكامل للخدمات الحكومية ومشروع إنتاج الحرير. غير ذلك، كان هناك حرص شديد على تفقد المشروعات ذات الصلة بعملية إنتاج التمور وتصنيعها، كما كان هناك تشغيل المرحلة الأولى من مشروع توصيل الغاز للمنازل. جايين بنتفقد عدد كبير جدا من المشروعات في كل المجالات، ويمكن توجيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان احنا ما نسيبش حتة في مصر ما يكونش فيها مشروعات تنموية. ويمكن الحمد لله، يمكن أنا آخر مرة زرت المحافظة كنت وأنا موجود كوزير إسكان، فبالتالي يمكن بقالي فترة ما كنتش جيت، لكن الحقيقة لمست مدى التغيير اللي حقيقة على الأرض النهاردة، وده واضح تماما. عدد كبير من المشروعات اللي كانت متخططة بالفعل تم إنجازها، حجم كبير من مشروعات البنية الأساسية في كل المجالات. خلال تفقدنا إن شاء الله هنتفقد مجمع التمور، وده من المجمعات اللي احنا كوزارة التجارة والصناعة كنا قدمنا ليه الدعم من خلال خطوط إنتاج حديثة علشان نرتقي فعلا بصناعة التمور. هندشن توصيل الغاز لأول مرحلة للمنازل، وهي 14,000 وحدة، وصلنا منهم حوالي 4,800 وحدة سكنية في الخارجة، وكمان بدأنا نشغل أول محطة ومركز تحويل للسيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط. وفيما يتعلق بالخدمات التعليمية، كان هناك تفقد لعدد من المنشآت التعليمية بما في ذلك المدرسة المصرية اليابانية ومركز تأهيل ذوي الهمم، كما شهد رئيس مجلس الوزراء إطلاق الشعلة الخاصة بالأولمبياد الرياضي النسخة الثالثة للمحافظات الحدودية، وتم افتتاح مركز خدمات المستثمرين بالوادي الجديد وتوفير مكتب بريد متطور. خلال هذا العام طورنا 38 مكتب بريد، من جملة حوالي 48، بقى 10 إن شاء الله دخلوا في مرحلة التطوير. أيضا دخلنا في عملية التوسع في أبراج المحمول، ركبنا 56 برج هذا العام. إن وزارة الزراعة زي ما شفتم مبادرة الحرير الطبيعي، ودي مبادرة عايزين نتوسع فيها في هذه المحافظة في كل المحافظات، لأن دي هتؤدي إلى تشغيل عمالة، هتوفر الاستيراد اللي احنا بنستورده من الحرير. تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والاهتمام بهم هدف أساسي وضعته الحكومة أمامها واتخذته منهجا لها. وهنا نحن في إحدى المحافظات الحدودية تشهد طفرة ربما لم تشهدها منذ سنوات مضت. أحمد غنيم، آخر النهار. أهلا بحضراتكم من جديد، وإحنا بنتكلم مع بعض دلوقتي. الرئيس عبد الفتاح السيسي بيلقي كلمة في منظمة اليونسكو. منظمة اليونسكو يعني بتحتفل بمرور 75 سنة على تأسيسها. لما كان بيتكلم الرئيس كان بيشيد
بأنه مصر من الدول التي ساهمت في تأسيس منظمة اليونسكو، وأشار أيضا إلى أنه الدور اللي لعبته هذه المؤسسة في إنقاذ معبد أبو سمبل، لأنه في الستينات كان خلاص معبد أبو سمبل خلاص يعني هي خلاص على وشك الغرق، وكان وقتها وزير الثقافة سارة عكاشة أطلق صرخة ونادى على اليونسكو أن ينقذ تراث الإنسانية، لأنه هذا المعبد مش تراث مصري فقط ولكنه من تراث الإنسانية. فأشاد الرئيس بالدور اللي لعبته منظمة اليونسكو، خاصة أنه هذا المشروع استمر حوالي 20 سنة، يعني كان في الستينات فانتهى في أوائل الثمانينات عشان يعملوا عملية الإنقاذ. كمان أنت عندك اللي لسه تقدر تقدمه، لأنه الرئيس كمان كلمهم وقال لهم أنه مصر ستهدي للعالم المتحف المصري الكبير إن شاء الله، يعني الافتتاح يمكن تم تأجيله عشان يمكن جائحة كورونا دي تبقى انتهت، لأنه مصر محتاجة أو عايزة أو بتقرر أو بتفكر في أنه الافتتاح بتاع المتحف الكبير، متحف المصري الكبير، يكون افتتاح عالمي بكل معنى الكلمة، لأنه هذا متحف يخص العالم وليس يخص مصر فقط. يعني أنت بتتكلم بمناسبة 75 سنة على تأسيس اليونسكو، ما بتقولش للعالم إحنا عملنا كذا أو إحنا ساهمنا في كذا فقط، لا ده أنت بتقول إن إحنا هنساهم في كذا أو إن إحنا بنشتغل في كذا. يعني الـ هنا دي النقطة الأساسية اللي إحنا عاوزين نمسك فيها. ليه؟ رئيس في باريس الحقيقة زيارة يعني على جدول أعمالها حاجات كتيرة جدا، من أهمها حضور الرئيس لمؤتمر ليبيا، مؤتمر دولي حول ليبيا. والحقيقة أنا توقفت قدام الرسالة التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أبناء ليبيا، لأنه قال لهم نصا كده: يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني. من جبي ودخيل مهما تغنى بأن في وجوده خيرا لكم، فالخير في أيديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة، وستجدون مصر سندا لكم وقوة متى احتجتموها، دعما لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم. هذه الرسالة هي لخصت الحكاية كلها. انت قدام مؤتمر ليبيا في باريس، مختلف المرة دي شوية، مختلف على أكثر من مستوى. أولا التمثيل الدولي في هذا المؤتمر، بتكلم على فرنسا، بتكلم على إيطاليا، بتكلم على ألمانيا، بتكلم على وجود للممثل لروسيا، بتكلم على وجود ممثل للولايات المتحدة الأمريكية، بتكلم على الاتحاد الأوروبي، بتكلم على الولايات الأمم المتحدة، وبعدين دول حتى زي تشاد ومالي والنيجر مثلا موجودين في المؤتمر. ليه؟ لأنه أنت ليبيا خلاص تقترب من الخروج من عنق الزجاجة. ازاي؟ انت دلوقتي تقريبا لسه 6 أسابيع على الانتخابات المتزامنة، انتخابات رئاسية وانتخابات برلمانية في ليبيا. كويس جدا. المسار ده مصر سعت او دفعت العالم انه يروح له، اللي هو ايه؟ ليبيا يا جماعة لابد ان تصبح لابنائها من الليبيين. المسألة بسيطة، مش محتاجة يعني فزلكة، مش محتاجة فلسفة. بلد تبقى لولادها، هم يديروها وهم يستثمروا فيها وينموها وياخدوا خيرها، انما ما ينفعش انه يبقى فيه اخرين دول بقى اجهزه ميليشيات يبقى عاوز يشارك ابناء البلد في بلدهم. ولذلك النهارده التشديد على دعم المسار السياسي في ليبيا، لان المسار السياسي ده معني انتخابات رئاسيه، انتخابات برلمانيه، عايز تحط دستور، تبدا تبني المؤسسات بتاعتها، تبدا تشتغل وتنمي، فيبقى في عندك دوله مستقره. مصر مهتمه أن تكون ليبيا مستقرة؟ طبعا، ما هي على حدودك. يعني هذه الدولة لو مش مستقرة وهي على حدودك ما هيأثر على استقرار. لكن كمان اللي جه في هذه الرسالة اللي هو فكرة إيه؟ أن مصر تظل سند ليكم، بس خلي بالكم للليبيين، خلي بالكم أنه
حتى اي حد يقول لكم ان انا وجودي في بلدكم ده خير ليكم ما تصدقهوش. وجودك انت في بلدك هو اللي هيعمل الخير كله. ولذلك مثلا في اتجاه انه ميليشيات مسلحه مدفوعه ومموله عايزه تعطل هذا المسار السياسي، عندها يعني اعتراضات وعايزه تعطل مساله الانتخابات، ففي تلويح بعقوبات على يعني هذه التجمعات او هذه المجموعات. ثم انه الدعم الاساسي انه لا يا جماعه شكرا، لا عايزين قوه خارجيه دول ولا عايزين ميليشيات ولا عايزين اي حد خارج عن نطاق الدوله المؤسسيه في ليبيا. وده كان واضح جدا في المؤتمر، وكان واضح جدا في كلمه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر ليبيا اللي عقد في باريس. وانت رايح هناك كمان كمصر بقى، يعني انت بتشارك في هذا المؤتمر وبعدين حضرت الاحتفال بتاع اليونسكو، في ثلاث مستويات من المقابلات. المقابله الاساسيه طبعا مع الرئيس الفرنسي، ومصر مع فرنسا خلال السنوات اللي فاتت في تطور كبير جدا في العلاقات على المستوى السياسي، على المستوى الامني، على المستوى الاقتصادي. طيب يبقى ده مستوى. وبعدين مستوى اللقاءات مع المسؤولين، سواء مسؤولين في الحكومه الفرنسيه او مسؤولين مشاركين، يعني هو لما الرئيس تقابل مع رئيسة وزراء تونس كان على هامش اعمال هذا المؤتمر، وانا اشرت في البدايه لهذا الموضوع. ثم المستوى الثالث من المقابلات، وهو ده بقى بيحرص عليه الرئيس طول الوقت، واللي هو فين؟ اللي هو يعمل نوع من التحفيز للمستثمرين، لاصحاب الشركات اللي بره، عشان الناس تيجي تستثمر. ما هو انت ما بتبنيش كل ده وتسيبه في الفراغ، لازم تعمل تحفيز للمستثمرين وتكلمهم عن المناخ المواتي في مصر عشان الناس تيجي تستثمر. طيب فاذا هذه زيارة برضو من الزيارات المهمة، وأنا يمكن كنت يعني بتكلم على مشاركة مصر في الفاعليات الدولية. أنت كنت موجود في مؤتمر تجمع في شجراد، وبعدين كنت موجود في اللي هو المناخ، الرئيس حضر قمة المناخ، وبعدين النهاردة بيحضر قمة ليبيا في أو مؤتمر ليبيا في فرنسا. كل ده هذا الحضور المصري يا جماعة والله بيعكس ما حققته أنت على الأرض، إنه في ناس كتيرة أنتوا عارفين إحنا محتاجين نبقى واثقين في اللي إحنا قدرنا ننجزه أكتر من كده. يعني هتقول لي يعني الناس لا، في ناس كتيرة يعني الصورة مش واصلة لهم، مش ناس محبطة شوية. لا، أنت لما تشوف مثلا مشاركة مصر خلال شهرين، يعني قمة أو تجمع في شجراد ده كان في أول أكتوبر، وبعدين قمة المناخ، وبعدين النهاردة فرنسا بهذه الزيارة، فأعتقد لا، أنت عندك تواجد حقيقي يترجم ما أنتجته وما أنجزته على الأرض. خلينا برضو نقرأ هذه الزيارة، زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس، من خلال الدكتورة جيهان جادو عضو المجلس المحلي لمدينة فرساي الفرنسية. دكتورة جيهان أهلا بك يا فندم. اهلا بحياتك يا فندم والساده المشاهدين، اهلا بحياتك يا استاذ محمد. يعني أهلاً بيك. انا عايز ارصد هذه الزياره للرئيس عبد الفتاح السيسي، بنتكلم على المؤتمر بتاع ليبيا، بنتكلم على حضوره منذ قليل لاحتفاليه اليونسكو بمرور 75 سنه على تاسيسها، على عدد من اللقاءات على هامش القمة. يعني كيف تقرأين هذه الزياره؟ معايا دكتوره؟ طيب الصوت فصل. طيب يعني احنا هي كانت مع فاذا ايه لما بنيجي نبص للحاجات دي، وده اللي يهمني، ده اللي يهمني فعلا، احنا بنبقى موجودين بنسمع من الناس، بتدخل في مناقشات كتيره جدا. طيب رجعت لنا الدكتوره جيهان، اهلا بيك يا دكتور. انا اسفه جدا. اهلا بيك. اتفضل. انا بحياتك، انا اسفه جدا يا محمد. اتفضل. يعني اللي هو قراءتك انت من خلال رصدك لهذه الزياره ولمخرجات هذه الزياره الان، يعني احنا خلاص على وشك انه اقتربت من نهايتها. طبعا. اتفضلي.
الحقيقة هي زيارة هامة جدا جدا وفارقة، والحقيقة يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي بيفاجئنا بكل زيارة هنا لباريس بالعديد والعديد من الملفات الهامة التي بتعود بالنفع على مصر الحبيبة. الحقيقة هي زيارة استراتيجية بحتة بتعكس مدى قوة مصر في منطقة الشرق الأوسط. العالم أجمع ينظر إلى مصر بعين كاتبة. الحقيقة يعني العالم كله ينظر لمصر بأنها رمانة الميزان في الشرق الأوسط، ودايما هي بتكون المؤثرة في حل المشاكل السياسية لبعض الدول. يمكن الملف الليبي هو مكان ملف خطير جدا، ولولا جهود المصرية لما وصلت إليه الآن، يعني من يعني احنا نحن على أعقاب انتخابات قادمة في شهر ديسمبر، وهو وهذه هي اللبنة الأولى لمرحلة الاستقرار السياسي. ويمكن الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم تكلم مع الشعب الليبي، لان هو فعلا يراهن على الشعب، لان الشعوب هي التي تقرر مصيرها. فطبعا الحقيقه هي زياره هامه جدا، واضح جدا من حفاوه الاستقبال التي تم استقبال الرئيس السيسي اليوم بحفاوه شديده من الرئيس ايميل والماكرون، لان هو يعني الرئيس الفرنسي يعتبر ان مصر هي الحليف لها في الشرق الاوسط، وهناك تطورا وتناغما كبيرا جدا جدا ما بين العلاقات المصرية والفرنسية زي ما العالم أوضح. فطبعا كل هذه الأجندات المطروحة في هذه الزيارة هي هامة جدا على كافة الأصعدة، سواء ثقافية سواء سياحية سواء أيضا على المستوى العسكري. يمكن الرئيس اليوم التقى بوزيرة الجيوش الفرنسية، فطبعا يعني هامة جدا جدا جدا. طيب هسأل حضرتك على يعني حضرتك موجوده هناك في الـ يعني عضو المجلس المحلي لمدينه فرساي الفرنسيه، بقالك قد ايه في فرنسا يا فندم؟ الحقيقه انا بقالي 15 سنه في فرنسا. 15 سنه. طيب يعني انك موجوده هناك في يعني هنا ده يعني نقول مش هقول منصب، لكن يعني في عمل رسمي، يعني وصلتي لي عضويه المجلس المحلي لمدينه فرساي ازاي؟ أنا هقول لحضرتك، يمكن هو أنا ليا شرف إن أكون أول مصرية لم أحصل، كنت وقتها لما اختاروني في إن أنا أكون عضو في عضوية مجلس الحي، لم أكن أحصل على الجنسية الفرنسية. أنا دخلت مجلس الحي وأنا بجنسيتي المصرية، فطبعا ده كان بالنسبة لي له وقع كبير جدا جدا. مجلس الحي هو عبارة عن يعني هنا في أحياء كثيرة جدا، طبعا أنا في مقاطعة فرساي، فطبعا بكل تأكيد هذه المدينة طبعا هي مدينة نابليون، يعني هي مدينة عريقة جدا. هناك في تطور كبير جدا جدا في هذه المراحل، بخاصة بأن محافظ فرساي يعني الحقيقة وصلني خطاب منه شخصيا بأن أنا أكون في عضوية مجلس الحي، لأنه هو يريد أن يكون للأجانب دور هام في المشاركة، أو بمعنى أصح التأقلم مع المجتمع الفرنسي. فكان الحقيقة ده وصلني الخطاب منه، وكان يعني على سبيل التدريب والتأهيل للانتخابات القادمة إن شاء الله. يعني ممكن إن شاء الله بإذن الله الانتخابات القادمة ممكن أترشح ليكون فعلا في مجالس الأحياء أو المجالس اللي هي الإقليمية. إن شاء فطبعا الله. دي حاجة كانت كويسة جدا ليا كمصرية دخلت في 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 يعني الحقيقة في عش الدبابير زي ما بنقوله، بس بجنسيتي المصرية مش بأي جنسية تانية يعني. صحيح. طب هاخد من حضرتك كده يعني وانت موجوده في الحياه هناك، الفرنسيين شايفين مصر مش فرنسا الرسميه، فرنسا الشعبيه، الناس الشعبيه يعني عايزه اقول لحضرتك بيموتوا في مصر، بيحبوا مصر جدا 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 جدا. عايزه اقول لحضرتك اصدقائي في العمل كلهم مولعين بمصر، معتقدين ان مصر بس هي الفراعنه. قلت لهم لا طبعا في مصر حاليا، الفراعنه ده كان تاريخ وده تاريخنا اللي احنا عايشين عليه لحد الان، وسمعتنا الجيده في الحضاره 7000 سنه اللي احنا عايشين عليها، لكن في حاجات كتير جدا لازم تنزلوا بنفسكم وتشوفوا مصر. فالحقيقه يمكن عايزه اقول لحضرتك ان انا ان شاء الله في وفد هينزل معايا قريب، يمكن ليا صديق نفسه
ان هو ينزل بالمظلات على سفح الهرم ومتابع جدا هذا النشاط الرياضي العظيم التي تقوم به مصر، لانه ليه الحقيقه صدى كبير جدا هنا. فهو عايز اقول لحضرتك ان على المستوى الشعبي الفرنسيين يعشقوا مصر، يعشقوا مصر بكل ما تحتويه الكلمه من معنى، بيحبوها دائما، مطلعين على كل جديد ليها، بيسالوني في حاجات كتير جدا ايه اللي بتخص المشروعات، انا من خلال سلوكي معاهم ومن خلال معاملاتي من خلال اللي هي الدبلوماسية الشعبية اللي احنا بنتكلم عليها، ان كل مصري في الخارج هو سفير لبلده بكل صحيح. ما تحتويه الكلمة من معنى. فلازم احنا في دائرة معاملتنا ان احنا نروج لبلدنا، لان بلدنا تستحق كتير 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 كتير. صحيح. بشكرك جدا دكتورة جيهان جادو، عضو المجلس المحلي لمدينة فرساي الفرنسية. طيب يعني زيارة مهمة ومخرجاتها ونتائجها مهمة جدا، وزي ما بقول احنا محتاجين نعتز بما نقوم به في مصر. خلينا نطلع فاصل ونرجع لقضيتين مهمين جدا أثاروا جدل، قضية رابعة ابتدائي ومنهج رابعة ابتدائي وقضية التبرعات في المساجد بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. طول عمرنا متعودين في المساجد مثلا بيبقى في صندوق للتبرعات طول الوقت، ويوم الجمعة بالذات مثلا أنا أفتكر في المساجد يعني عندنا كان في الخطبة التانية كده يقوم واحد شايل صندوق ويلم التبرعات، وبعدين يقعد ناس بتوع مجلس إدارة الجامع يعدوا يعني يحصل فلوس ويعدوها ويعرفوا التبرعات حصلة على ده. بقالنا كتير، بقالنا كتير جدا. وزارة الأوقاف جت عملت قرار قالت لا، مفيش حد يجمع التبرعات بالشكل ده يا جماعة، في حسابات هتبقى في البنوك بنك المركزي، اللي عايز يعمل تبرع لعمارة المساجد يروح لهذه الحسابات أو يتبرع في هذه الحسابات. بطبيعة الحال هذا القرار قرار له ما يبرره، له منطق، يعني الوزارة مش هتيجي كده الصبح تلغي حاجة وتعمل نظام تاني من غير ما يكون في هدف. صحيح في ناس حاولوا يشوهوا هذا الهدف وقال لك اه دي الوزارة عايزة تاخد التبرعات بتاعت الناس عشان يحطوها في المشروعات القومية، يمولوا المشروعات القومية. طيب ما بين مبرر هذا القرار وتنظيمه والرد عليه مجلس الوزراء قال لك لا مفيش حاجة اسمها كده، يعني التبرعات بتاع المساجد للمساجد. حول هذا القرار وما قيل عنه وما قيل فيه، خلونا نستمع من معالي وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة. يا معالي الوزير اهلا بيك يا فندم. اهلا دكتور محمد، اهلا بيك بالساده المشاهدين، مرحبا دكتور. يعني هذا القرار يا فندم بعد يعني طول عمر الناس متعوده على التبرعات بتتم بشكل معين، فاذا بينا قدام قرار ينظم هذه التبرعات، يعني مبرر القرار ايه الاول يا فندم؟ اولا دكتور في نقطه مهمه جدا، طبعا مجلس الوزراء عندما أصدر النفي كان بالتنسيق معنا ونحن تمام طبعا، وده كلام طبعا لا أساس له من الصحة بإطلاق. أنا أقول لحضرتك بس رقم عشان الناس تعرف فضل. القصة إيه. طبعا أنت عارف سيادتك ومتابع وبتعرض المشروعات القومية تكلفتها إيه ومقدار التنمية تضيف قد إيه. إحنا كل اللي دخل في الحداشر شهر اللي فاتوا من إجمالي التبرعات بالرقم وبالحسابات اللي أي حد يقدر يراجعها أقل من 2 مليون جنيه على مستوى الجمهورية؟ على مستوى الجمهورية. أوه. يعني عايز أقول لك مش الأرقام اللي الناس، بعض المحافظات مبلغة رسميا إنها لم تورد أي جنيه، بل إن بعض السادة المحافظين كان لديه رؤية جميلة وإحنا دعمناه وأيدناه عليها، زي سيادة اللي هو خالد فودة من فترة طويلة كان هو منع أي صناديق في جنوب سيناء وقال إن وجه الدولة المصرية أمام الزائر والسائح واللي جاي إحنا دولة عظيمة، وقال إحنا كمحافظة مع الأوقاف اللي المساجد عايزاه هنعمله ومنع الصناديق ولم تكن هناك أي مشكلة على الإطلاق والدنيا تسير بمنتهى السلامة. تمام. ومع ذلك بأكد عبر برنامج حضرتك يقينا لم ولن نمنع التبرعات، بالعكس احنا بندعم التبرعات وبندعم عمل المجتمع المدني وبنشجع المجتمع المدني وبنشجع القوت الذاتيه. طب بنعمل ايه؟ احنا بننظم. انت عارف يا دكتور لما الناس كان بيجي كان عندك حاجتين، الظاهره اللي حضرتك قلت بيها الراجل يمر بكرتونه احيانا في القرى بطرف الجلابيه او بصندوق
وسط الجمعة. أيوة. وده لا أصل له في الدين على الأصل، وأحيانا كان ده يكلمه ويحصل له في الخطبة ويشتت الناس ويشتت الخطيب. صحيح. لكن الصعب بقى الناس اللي كان بيبقى واقف على الطاقات ومعاه كرتونة وصندوق، ما كناش بنعرف الفلوس دي راحت فين. وأولا لا الراجل مصرح ليه، ولا انت عارف معاه تصريح ولا ما معهوش، ولا فيه جامع ولا ما فيش، ولا بنى ولا ما بناش، ولا لم كام. ادي بالظبط. ده الجانب. هنا بقى بنيجي نقول ايه، الدولة الان كلها مش بس في الاوقاف، انت عارف حضرتك حتى في المصالح الحكومية كلها، اذا كان مستحقات الاوقاف الان مستحقاتنا اجراءاتنا اللي على الناس اللي هي حقوق بناخدها بالدفع غير النقدي مش التبرعات، والدولة كلها بتتحول للدفع غير النقدي لإظهار أعلى درجات الحوكمة والشفافية. اثنين، احنا لن نتهم أحد داخل مصر، لكن في دول العالم كلها مش الناس بتعاني من الأموال غير المنضبطة اللي بتجمع غير الطرق البنكية، سواء بقى في غسيل أموال، في تمويل إرهاب، في مين لم. فأنت بتخلق كل احتمالات لأي باب من الأبواب. الأمر الثاني، ليه أنا أضع بعض العاملين عندي موضع الشبهة والقلق؟ أنت لو جبت أنزه واحد في الدنيا، أنزه واحد، وحطيت له على أموال ليست منضبطة بضوابط قانونية، لو حلف للناس على كل الكتب السماوية، يعني الناس هتشكك. لا، أنا عندي كل يوم شكاوى وعمال تجري، وشكاوى بعضها كيدي وبعضها حقيقي، وفتح الصندوق وحط صندوق زيادة، والصندوق اتفتحت من غير اللجنة وبرضه اللجنة. لو جبت أطهر خلق الله وحطيته على صناديق ليس لا تفتح بجانب مقنن، أو الراجل اللي كان بيلم في كرتونة أو في حجره وقال للناس كلها ده أنا أشرف واحد، ناس هتصدق وناس هتشك. والنبي قال إنها صفية واتقوا الشبهات ولا تعرض نفسك معرض الشبهة. أدي جانب. يبقى ليه أنا أعرض الناس حتى وهم صرفاء لأن الناس تقول الإمام ده لم فلوس مش عارفين ودها فين. اتنين، بما إن ربنا أكرمنا بقى والدولة داخلة على الجمهورية الجديدة وبالتطور التكنولوجي، قلنا كذا حاجة بقى يا دكتور محمد. اتفضل يا فندم. التبرعات الجهود الذاتية، احنا النهاردة فاتحين مسجد تكلفته أكتر من 10 مليون جنيه بالجهود الذاتية، وندعو لصاحبه. يبقى بندعم، عايز تبني جامع ب 100 مليون تعال ابني، وانا بقول عبر برنامج سيادتك اللي عايز يبني 1000 جامع يجي نقول له تعال ابنيهم ازاي بمواصفات البناء الصحيح. اثنين، واحد عايز يتبرع تبرع عيني يجيب اي مستهلكات او مستخدمات للجامع في دفتر تبرعات عينية. عايز يجيب مراوح او مكيفات، ده موجود يا فندم. لا يزال وسيظل، بس كل اللي فيها ايه؟ هيبقى في دفتر الراجل ساعه يجي. فيه نوعين، فيه مستهلكات واحد جايب منظفات او حاجه هيثبتها في الدفتر وتستهلك. صحيح. جايب حاجات معمره زي المكيفات، زي مكنسه، زي ما بنشتري في الحكومه وبنسجل عهده مخزنيه، هتتسجل عهده وتدخل، ولم نمنع هذا على الاطلاق. وده فيه المستهلكات هيبقى صلاحية مجلس إدارة المسجد أو إمام المسجد بدفتر. الحاجات ذات القيمة هتبقى مدير المديرية. مع ذلك بقى نيجي للتبرعات النقدية. اتفضل. عندنا حسابان مركزيان وأعلنا عنهم وننشرهم على نطاق واسع. حساب لعمارة المساجد وحساب للبر اللي هو للفقراء. ده بالمساجد الكبرى في مجلس إدارة محترم وعايز يعمل حساب خاص بالمسجد. المسجد ياخد التبرعات على رقم الحساب لو عايز يعمل تحسينات في المسجد او ينفق على فقراء المنطقه. ليس لدينا مانع. بس يعني هنا يبقى في حساب خاص لهذا المسجد اللي بيبقى مسؤول عنه مجلس الاداره، وهو بيتصرف في الفلوس اللي بتيجي بيصرف. بس هنا بقى بيصرف ازاي بقى؟ فضل. عنده جهتين. اولا الفلوس دخلت اتحطت في البنك. تمام. تستطيع اي جهه او الوزاره انها تتابع اعمال المجلس. صحيح. الفلوس ضاعت فين. صحيح. عندنا مساجد لو انت رحت ليها، مثلا مسجد النور، رئيس مجلس ادارته الدكتور احمد عجيبه عنده حساب في البنك، يسحبوا المبلغ يقبضوا الناس بالاسم، تقدر تروح دلوقتي تقول له دخل لك كام وصرفتهم فين، صرفت كام. صحيح. والمين وفين التوقيعات.
صحيح. في حوكمه. انما انا بسال سيادتك واي حد سؤال، اتفضل، هل حد يقدر يقول لي، يستطيع حد في الدنيا يقول ان جميع الناس، جميع الناس اللي هتلم في كراتين او في صناديق بلا استثناء، لسنا في عالم الملائكه، ما حدش يقدر يقول ان 100% هكون عندي سيطره على حاجه مش داخله. ثم زعلان انا ليه لو انا من عمليه الحوكمه؟ هتيجي بقى النقطه الثانيه اللي احنا بنسعى اليها. ايوه، المساجد الكبرى دكتور باكد تاني عبر سيادتك اهو، من حق مجلس الاداره الرسمي انه يفتح بقى حساب، يفتح حساب بنكي باسم المسجد فيما يخص المسجد او فقراء الحي او المنطقه. تمام. احنا بقى بنبحث مع البنوك اليه تانية، ان هو بعض البنوك قال والله انا ممكن اعمل لك باركود عند المسجد بحساب المسجد والحساب العام على التليفون تدخل. ممكن مستقبلا يبقى عندنا مكان في المساجد الكبرى مكان الدفع غير نقدي. عايز تدفع ادفع، عايز تدفع اتفضل. ثم انا بقول لسيادتك حاجه تانية، اتفضل. المبالغ التي كانت تجمع بعض المحافظات صفر، بعضها تلاقي محافظه جايبه لك 2000 جنيه. يعني عايز اقول ما كانتش القضيه، انما احنا بندي نموذج يا دكتور لحاجه تحقيق اعلى درجات الشفافيه والحاجه. وانا عايز اقول لسيادتك الحاجه، اتفضل. انا اتمنى، اتمنى أن كل من يعمل في العمل العام وفي مجال خدمة المجتمع وفي مجال البر أن يتحول إلى الدفع غير النقدي. الناس ممكن تاخد شهرين هتتعود، وإحنا واجبنا بقى نيسر ليهم الوسائل، سواء بالحسابات، سواء الدفع بالموبايل، سواء عن طريق مكنة الدفع. والدولة كلها تتحول للدفع غير النقدي. نقطة تانية مهمة جدا هقولها برضه لسيادتك، لأن دي ما شرحتهاش قبل كده لأي حد كويس. اتفضل. طلعناها في بيان. اتفضل. عندنا مجالس إدارات. قلنا هند شهرين هنراجع مجلس الإدارة. أنت مجلس إدارة مسجد مشكل ليك سنتين. تعال قول لنا خلال السنتين دول إيه اللي عملته للناس أو اللي عملته للمسجد؟ طب لو طلع ما عملش حاجة ولا فتح حساب ولا عنده بيان، يبقى أنت ما اشتغلتش، يبقى عايزين ناس محبة تيجي تشتغل. يعني المراجعة، المراجعة دي هيبقى فيها نوع من الإصلاح، يعني اللي شغال في في مجالس إدارة المساجد وعمل إنجاز هيستمر، ما عملش هيتغير. هنديله تجديد على الفور. نجدد له، أنت راجل شغال. اللي مش شغال هيمشي. الحاجة التانية بقى، أنا كنت شغال بس كان فاتح الحساب في البنك شكلاً. والفلوس بتيجي لا بيدخل ولا بيخرج. لا. انت لم تكن منضبطا في تطبيق القانون. يبقى المجلس الإدارة بيطبق عليه قانون. صحيح. حط في الحساب وطلع من الحساب. فأنا الفيصل عندي اللي بيحترم قانون الدولة وبيطبق قانون الدولة، فاحنا هنعيد النظر بحيث مجالس الإدارات الفعالة ندعمها ونقويها. اللي مش شغال، اللي مش شغال اما امام المسجد يتحمل مسؤوليته او يجي مجلس اداره شغال. وانا هقول لك على حاجه بالعكس، في ناس كتير جدا كنت ممكن تقول له تعالى رئيس مجلس اداره او عضو مجلس اداره، يقول لك يا عم هيقولوا عليا الفرصه راحت فين وجت منين. يعني يبقى طيب احسن ومتخوف. وخايف على سمعته من كتر الكلام اللي بيتقال على اي حد يتعرض لجمع فلوس بدون ضوابط حاكمه. الان ما عندوش تخوف. صحيح. لان فلوس داخله الحساب وطالعة من الحساب. فهي عمليه حوكمه في ضوء اتجاه الدوله لتعزيز الدفع غير النقدي في جميع المجالات. وانا اقول لك يا دكتور، اتفضل. احنا لما دخلنا موضوع صكوك الاضاحي بثبات وبنطبع الايصالات في الوثائق المؤمنه وكلها بتدخل حساب موحد في البنك المركزي، احنا اول سنه بدانا جمعنا 32 مليون. لما الناس شافت المصداقيه وكل يوم بنعلن والحساب بيتجمع في البنك المركزي ويطلع على وزاره التموين وكل الدوله والاجهزه شايفاه، احنا السنه دي بفضل الله، وانا بشكر كل من اولانا ثقتهم، جمعنا 143 مليون جنيه. الناس كلها شايفه كام اللي دخل. طبعا يعني حضرتك حوكمه عمليه التبرعات، حضرتك متوقع انه هي هتؤدي الى زيادة التبرعات لصالح عمارة المساجد والفقراء. وانا هقول لسيادتك جملة اخيرة، ما تم في عهد سيادة الرئيس من عمارة المساجد وعمارة بيوت الله ودور العبادة
مسبوق في تاريخ الدولة المصرية ولا في أي دولة علم إعلامها. لسبب إحنا في السنة اللي فاتت بدأنا من بعد فتح المساجد بعد كورونا من 1/9 إلى 30/9 إلى 31/8 فتحنا 1700 مسجد. تمام. كان مسبوق في تاريخ مصر 1700 مسجد. إحنا من أول 1/7 في 4 أشهر فاتحين 283 مسجد منها 255 بناء كاملا والباقي صيانه. طب في نقطة معالي الوزير برضو يعني نركز عليها، أنا بشكرك طبعا لهذا الإيضاح، بس في كلام طيب إنه المساجد اللي هي بتاع الطرق الصوفية والأضرحة هل تم استثنائها؟ كويس. هل تم استثنائها؟ هقول لحضرتك الله يكرمك، دي بقى هم تحديدا أقل من 200 مسجد. هقول للستة إجمالي مساجد وزوايا في حدود ما يزيد على 140 ألف مسجد. المساجد الخاصة بالنزور والأضراحة المحددة بحكم قانون النزور حوالي 200 مسجد. تمام. 200 مسجد دول بقى كل صندوق مركب عليه كاميرا شديدة الإحكام، موجود لكل صندوق مفتاحين، مفتاح في الوزارة ومفتاح في المديرية، وبيتفتح بلجنة ودي بينظم عملها القانون. وأي يعني ايه ليها قانون فعلا قائم؟ ده قانون قائم. وأي كلام حولها في المستقبل عندما يتم تعزيز الدفع النقدي في كل المجالات نحتاج إلى تنسيق مسبق مع المشيخة العامة للطرق الصوفية وإلى تعديل تشريعي، فنلتزم ونحترم القانون. يعني ما حدث مساجد النزور، ما حدث يا معالي الوزير ليس استثناء ولكنه تطبيق للقانون، تطبيق للقانون الذي في أنت عارف أن القرار الوزاري ينظم ما لا ينظمه القانون. لكن لما يكون في قانون بينظم مساجد النزور ليس من حق الوزير أن يأخذ أي قرار، وإنما عندما يستقر الأمر على آلية باعتبار أن القانون يعطي الطرق الصوفية 10% حكم القانون من عائد صناديق النزور لابد أن نذهب معا إلى أي تعديل سويا مع الطرق الصوفية في المستقبل. فعشان كده مش استثناء، تطبيق لنص القانون في نحو 200 مسجد مخصصة بالقانون فيما يسمى مساجد النزور. تمام. طيب هاخد من حضرتك حاجة بقى بمناسبة الأضرحة. يعني الناس بتقول البلد خلاص فتحت في كل حاجة وفي حفلات وفي، طب ليه الأضرحة حتى الآن ما بتتفتحش؟ وكان في تأكيد الأسبوع اللي فات إنه ما قيل عن فتح الأضرحة ليس صحيح. يعني هل في موعد محدد لفتح الأضرحة يا فندم؟ هقول لحضرتك على حاجة. طبعا أنت تعلم أن الدولة المصرية مشت بسياسة شديدة التوازن في مسألة التعامل مع جائحة كورونا. صحيح صحيح. في دول خدت بالإغلاق الكامل فوقعت اقتصاديا، ودول خدت بالفتح المطلق فوقعت يعني صحيا. طبعا الدولة بتبص ليها دكتور محمد، ما تتوقف عليه أساسيات الحياة. يعني الناس تقول لك المواصلات من المواصلات دي لو ما اشتغلتش الناس مش هتروح شغلها، وعجلة الاقتصاد هتوقف، والمحلات لها أدوية، ما حدش هيعرف يغلبك برضه. لا 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 أكمل لك بس. لا أنا فاهم، يعني أنا بس بقصد إيه، إنه أنت عارف الناس اللي هم بيقصدوا الأضرحة، أنت عارف المسألة مش أساسية، ممكن يعني ما يروحوش الأضرحة، بس هي فكرة إنه المسألة روحانية أكتر يا معالي الوزير. هكمل لك بس. فضل. هكمل فضل. لك فضل. جميع المساجد مفتوحة. تمام. يعني مسجد سيدنا الإمام الحسين، ستنا السيدة زينب، ستنا السيدة نفيسة، احنا ما منعناش للصلاة في المسجد ولا انك تروح. كل اللي بيقول ايه عايز تروح تزور وانت في الجامع، القصة بس مش لازم الضريح نفسه. ودي هقول لسيادتك ليه بقى، هقول لحضرتك ليه، عشان السلوكيات اللي بتحصل في الأضرحة. حاجة تانية هقولها لحضرتك. الجانب الاول، انت عارف ان احنا في الموجة الرابعة، والعالم كان لسه فيه دول بتتضاعف عندها الموجة. صحيح. ولسه حدة الموجة الرابعة يعني الحمد لله وصل وتوصل لآخر ديسمبر. لكن هل من في المنطق في هذا التوقيت احنا واقعيين، احنا بنقول اللي هيخش يصلي يلبس الكمامة ومعاه مصليته. طب الراجل اللي بيخش الأضرحة ده أهالينا الناس الطيبين المحبين، هل الراجل ده حد هيتحكم في النضاج؟ لا 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 طبعا ما يدخلش. طيب اتنين، هل الملامسة المتعددة لنفس المكان من أشخاص مختلفين
نسأل الأطباء. عشان كده أنا دايما أقول لدكتور محمد في القضايا الطبية والاقتصادية والعلمية رأي الدين رأينا احنا كأوقاف مش من عندنا، لا يأتي بعد رأي المتخصصين. شوف بنعرض الموضوع على وزارة الصحة، إذا وزارة الصحة قالت إن ده لا يترتب عليه ضرر صحي الصبح بننفذ. صحيح صحيح. إذا وزارة الصحة لما جينا فتح دورات المياه، وأنت عارف حاجة الناس وظروفها، ولأن دورات المياه لا تخدم على من يصلون فقط، بل أحيانا بتخدم على عبر السبيل والعامل والناس، ما فتحناش إلا لما خدنا موافقة الصحة. فعندما ترى وزارة الصحة أن الوقت مناسب سننفذ. صحيح صحيح. طب وزارة الصحة وحدها؟ لا. لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء كل فترة كل متغير بتعقد لجنة وبتناقش كل الأمور، والرأي فيها ليس فرديا لوزير الأوقاف ولا حتى فرديا لوزارة الصحة، وإنما رؤية أجهزة الدولة مكتملة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. صحيح. بشكرك جدا معالي وزير الأوقاف دكتور محمد مختار جمعة، هي يعني مداخلة مهمة جدا في موضوع مهم ويشغل الناس. كنا هنتكلم مع حضراتكم في موضوع رابعة ابتدائي، هنأجله لبكرة لأنه احنا الوقت بقى محكوم عندنا. قضية رابعة ابتدائي قضية مهمة جدا، بس خلونا نطلع فاصل ونرجع لجزء يعني هنستوفي فيه بعض الموضوعات مع بعض. أهلا بحضراتكم من جديد، يعني بنبقى على تواصل طول الوقت مع ناس عاوزة تتكلم، بيبقى ليها مشاكل بيبقى ليها طلبات، فخلونا نسمع يعني من السيدة الأول قبل ما نروح. معلش يعني أنا في مدرستي مدرسة إمام نصر الثانوية في الزرقاء، هي كانت مدرسة مشتركة زمان، دلوقتي بقت مدرسة للبنات، مدرسة إمام نصر الثانوية للبنات. الحقيقة المدرسة يعني في تطور دائم، ويمكن مدير المدرسة الحالي الأستاذ أمين غليمة عامل مجهود كبير جدا، فمن آن لآخر كده أنه الإنسان بيحب يبقى بيفتخر بمدرسته اللي اتخرج منها. يعني ما هي الأستاذ أمين غليمة مدير مدرسة إمام نصف الثانوية البنات، أهلا بيك يا فندم. إزيك يا دكتور محمد؟ أهلا كل سنة وسعادتك طيب. وانت طيب، يعني أنا سامع خير عن المدرسة، وأن فيه يعني الحمد لله إنجاز على الأرض بيحصل، كلمنا عنه بس واطي التلفزيون جنبك. حاضر. الحمد لله والله دكتور محمد، المدرسة يعني بتتقدم تقدم هائلا معايا بفضل الزملاء كلهم اللي كانوا موجودين. احنا سعداء هذا العام لان الحمد لله بفضل الله احنا حصلنا على الجودة هذا العام للمرة الثالثة. وعلى فكرة احنا اول مدرسة ثانوية في الجمهورية حصلت على الجودة اول مرة، الكلام ده نحوله 15 سنة. فالاعتماد بيكون كل 5 سنين، وبفضل الله تم اعتمادنا للمرة الثالثة هذا العام. طبعا ده كله ما بيحصلش إلا بفضل ومجهود كل الزملاء اللي موجودين. والحمد لله بفضل الله. تفضل يا دكتور. الحمد لله. لا أنا يعني ده أنا حابب أسجل الحكاية دي، وبشكرك وبشكر كل الناس اللي ساهموا في ده. بس قولي برضو يعني سريعا، يعني أنتوا بتشتغلوا إزاي المدرسين الناس يعني عشان نوصل للنتيجة دي؟ والله الحمد لله ليس من شك في ان القرار الاعتماد دي طبعا كان ثمر الجهد واخلاص كل العاملين في المدرسه، وانا بنتهز فرصه وجودي مع سعادتك عشان اتقدم بالشكر الجزيل لكل اللي بيعمل في المدرسه اللي بيثبتوا باخلاصهم وعطاءاتهم انهم على مستوى المسؤوليه. صحيح. والحمد لله بفضل الله احنا في مدرسه امام ناصف حصلنا ايضا على أولى المدارس في المحافظة في تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، بنحرص جدا على التباعد المكاني بين الأولاد. حصلنا أيضا بالنسبة للجودة كنا أول أو أفضل مدرسة في المحافظة على النظافة، يعني نظافة المدرسة عندنا والحمد لله كبيرة جدا، ودي يعني بشهادة. احنا عندنا الحمد لله. ما انا بقول لك الواحد بيحب يفتخر بمدرسته حتى لو بقت هي مدرسه بنات دلوقتي فقط. فانا بشكرك وبشكر كل اللي ساهم في انه المدرسه تبقى يعني محتله المكان ده. انا بقول لحضراتكم الواحد بيحب يفتخر بالمدرسه بتاعته يعني. طب احنا كان عندنا كمان حاله مهمه جدا للسيده هاله زكي عثمان، بس يبدو انه
معانا الست هاله. طيب يا ست هاله اهلا بيك يا فندم. وانا تعبانه بصحى من النوم كده الاقي حاجات ورمه في جسمي. قولي لي الاول بس الاول يا ستي انا معاكي يعني حضرتك ساكنه فين؟ الفيصل. فيصل. طيب قولي لي ايه الحاله يا فندم وحضرتك محتاجه ايه؟ والله انا من ساعه ما عملت الحادثه وانا تعبانه قوي كشفت كتير وبرده مفيش فايده جسمي تعبني من هو بصحى من النوم كده الاقي حاجات ورمه في جسمي وتتنقل في جسمي جامد. ووجع وجع ما بقدرش ان انا استحمله حتى لما باخد مسكن برده ما بقدرش استحمل. طب انت روحتي لما روحتي للدكاتره بيقولوا لك ايه؟ والله انا بعمل تحاليل واشاعات مفيش حاجه. طب هو مفيش حاجه. طب الوجع اللي بيجي في جسمي والحاجات اللي بتورم دي. يعني الدكاتره ما الدكاتره مش عارفين عند حضرتك ايه؟ مش عارفين يوصلوا الحل معايا. طيب وعمال اعمل في اشاعات وتحاليل وفي نفس الوقت يعني هي الحادثه اللي عملتيها ايه؟ الحادثه اللي كانت حصلت لك ايه استاهل؟ الحادثه كانت من 2008. من 2008 ولحد دلوقتي الحاله دي بتيجي ومحدش عارف في ايه؟ في قبضات كده زي نبض كده. بيدق بسرعه في يعني في قلبي وسمع في ظهري وانا نايمه والاقي حاجات ورمه كده زي في عروق كده مورمه. وبتتعبني جامد. طب هل في مثلا في دكاتره قالوا لك مثلا انت محتاجه عمليه معينه او حاجه؟ ايوه انا عملت كذا عمليه في رجلي. عملت عمليات كتير قوي عشان انا عامله بتر في رجلي الاثنين. فعملت عمليات كتير فيهم قوي فانا مش عارفه ده هل ده نتيجه مثلا الحادثه والعمليات اللي انا عملتها او ده في ورم او ايه بالظبط. انا عايزه اعرف لان انا تعبانه جامد قوي ما بعرفش انام كويس. طيب بصي يا اخت هلا انا يعني انا دلوقتي ممكن انا بحط المساله قدام دكتور خالد ابو غفار لان هو المسؤول عن وزاره الصحه واول دكتور الخشت يعني ممكن في الاطباء القصر العيني احنا عندنا البيانات وانا اتواصل معاهم وندي البيانات ليهم بحيث ان هم يعني يشوفوا هذه الحاله ايه لانه يبدو انه في حاجه غامضه يعني الدكاتره بس بيدوها مسكنات لكن محدش عارف عندها ايه. بشكر حضراتكم جدا على متابعتكم لنا اليوم. كان في موضوعات تانية لكن الوقت طبعا زي ما بيقولوا دهمنا الوقت. بشكر حضراتكم على متابعتكم لنا اليوم. نلتقي غدا ان شاء الله وتصبحون على